الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعلن بدء تحويل أجور البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص. أهلا بكم من جديد. شارك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون بتقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة مواضيع على جدول الأعمال، من ضمنها استعراض الحزم الاقتصادية التي تقدمها حكومات دول مجلس التعاون لدعم القطاع الخاص فيها، وكذلك موضوع الأمن والمخزون الغذائي، بالإضافة إلى موضوع تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق ولبحث المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع بين دول المجلس. أكدت السيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحويل مبالغ دعم الأجور لشهر أبريل في حسابات أصحاب المنشآت تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، وذلك لإتمام دفع رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر من صندوق التأمين ضد التعطل، ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص. وأوضحت المرباطي بأن الهيئة قد أنهت كافة الإجراءات لإيداع المبالغ في حسابات أصحاب العمل الذين قاموا بالتسجيل إلكترونياً للاستفادة من الدعم الحكومي، والذين بلغت نسبتهم 87% من إجمالي أصحاب العمل، فيما بلغت نسبة المستفيدين من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص 96%. قال السيد يوسف الذوادي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك الذراع الاستثمارية العقارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أطلقت شركة أملاك صندوق دعم بقيمة تبلغ 500,000 دينار بحريني لدعم المستأجرين المتأثرين مالياً جراء فيروس كورونا، بما يسهم في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، مؤكداً التزام شركة أملاك بدعم المملكة في جميع مبادراتها، بالإضافة إلى سعيها لتوثيق العلاقة مع المستأجرين. أعلنت شركة ديار المحرق بدء تشغيل شبكة الصرف الصحي العميقة لمدينة ديار المحرق، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي انطلقت بتاريخ 31 من شهر مارس لعام 2020. وتسعى شركة ديار المحرق لتوفير شبكة صرف صحي متكاملة وذات جودة عالية وبلا انبعاثات لتخدم الأهالي في جميع أنحاء المدينة. وتضم شبكة الصرف الصحي العميقة من خط يمتد طوله حوالي 6 كيلومترات و400 متر، حيث يتم تحويل مياه الصرف الصحي مباشرة إلى خزان عميق بالقرب من مدخل المدينة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة 35%، مغلقا التداولات عند مستوى 1312 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,097,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 719,000 دينار تم تنفيذها من خلال 66 صفقة،
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6,631 نقطة بانخفاض بنسبة 2.67%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3,969 نقطة بانخفاض بنسبة 3.83%، لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1859 نقطة بانخفاض بنسبة 1.96%. توصلت مجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية إلى اتفاق يقضي بتأجيل سداد الدول الأكثر فقراً للديون المستحقة عليها لمدة عام كامل ودون أي شروط. فبعد الاجتماع الذي دعت إليه المملكة للتصدي لأزمة النفط، يأتي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين لمساعدة الدول الأكثر فقراً، والمطلوب من هذه الدول فقط التواصل مع صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تستفيد 76 دولة تحت مظلة المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي من هذه المبادرة، علما أن الديون المستحقة عليها هذا العام وحده تتجاوز 50 مليار دولار. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الولايات المتحدة تواجه صعوبة في توفير المحاصيل الزراعية الموسمية. قالت حكومة أندونيسيا أن تفشي فيروس كورونا قد يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات السياحة هذا العام. وقال الرئيس جوكو ويدودو في اجتماع لمجلس الوزراء إن البلاد تعد حزمة تحفيز لصناعة السياحة وشبكة أمان للعمال لتخفيف أثر الوباء، وذلك بحسب وكالة بلومبرغ. وتنبأ جوكر بأن السفر الترفيهي لعام 2021 المقبل أو بازدهاره بعد هذا العام مع انتهاء الأزمة، وحث الصناعة على الاستعداد لتلك الفرصة. أظهر مسح أجراه بنك أوف أمريكا لمديري صناديق في شهر أبريل أن المستثمرين يكتنزون السيولة بمعدلات لم تسجل منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي في سبتمبر لعام 2001 مع تراجع الأسواق المالية العالمية بفعل فيروس كورونا. وأظهرت نتائج المسح الشهري الذي يجريه البنك لنحو 200 من مديري الصناديق العالمية أن مخصصات الصناديق للسيولة قفزت إلى 5.9%، مما يشير إلى الاحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود. أعلنت الحكومة الروسية تخصيص نحو 27 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعطى تعليمات إلى مجلس الوزراء لتقديم خطط لتطوير القطاعات الاقتصادية المهمة. وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية إنه بشكل عام بالنسبة لكل من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد فإنه يطلب منهم العمل بسرعة وتقديم خطة عمل محددة، بما في ذلك دعم برامج استبدال الواردات في الصناعة. قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق الدولي إن الصندوق يسخر جميع موارده القائمة ويتطلع إلى زيادة التمويل الميسر المقدم للدول الأشد فقراً إلى 3 أمثاله. وأضافت في مؤتمر صحفي عن بعد أن هناك إجماعاً يتشكل لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
غرقت شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية بصورة كعك عيد الفصح الشهي الذي يتطلب إعداد بعض أصنافه الكثيرة من الفراولة والتوت، وهذان المحصولان الزراعيان لم يصلا إلى المخابز بسهولة، بل بذل عمال مهاجرون من المكسيك جهودا كبيرة في قطفها، لدرجة أنهم عرضوا حياتهم للخطر بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. كما وكان هؤلاء الذين يطلق عليهم العمال الموسميون يعملون في ظروف تشكل وصفة متكاملة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبسبب هذه المخاوف استجاب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعمل على تخفيف قواعد منح التأشيرات للعمال، إذ يمكنهم الحصول عليها حتى من دون إجراء مقابلة شخصية.